صبري عبد العزيز أو الملقب دائماً الممثل الواثق من نفسه، تلك كانت صفته التي كان يتصف بها دائماً. دعونا في البداية نتطرق إلى حياته منذ الصغر، ولكن ليست بالتفصيل، فحسب الأقاويل المذكورة إنه كان يفضل ابتعاد حياته الشخصية عن الأضواء، فهي ملك له فقط وليس ملك للجمهور، لذلك لا نعلم الكثير عن تفاصيل حياته. من مواليد 8 يونيو عام 1925، دخوله بالفن جاء بمحض الصدفة، لذلك نجد أن الصدفة لعبت دور كبير في حياته وأيضا غيرت مجرى حياته، فعشقه للفن جعله يقدم في مسابقة لإحدى المجلات الفنية، وفي حينها رأى المخرج محمد كريم صانع مكتشف النجوم في وقتها، ولمن لا يعرف المخرج محمد كريم فإنه صاحب أول تجربة إخراج فيلم ناطق عام 1932. رأى المخرج محمد كريم في بطل حلقتنا الليلة الفنان صبري عبد العزيز الوجه السينمائي الذي يريده، فابتسامته الصافية تجعله بطل شباك، ولكن نظرة عينيه الحادة تجعله شرير الشاشة بلا منازع، ولكن براعته في أدوار الشر جعلت الجمهور يصنفه بأنه بطل الأدوار الشريرة. أهم ما يميز الفنان صبري عبد العزيز بجانب إتقانه للأدوار التي يمثلها، ولكن ثقته بنفسه والتي كانت ملحوظة وبشكل طاغي في الشخصيات التي مثلها. ولكن وبرغم ذلك كانت بداياته في السينما في أدوار صغيرة وثانوية طيلة فترة السبعينات وأيضا الثمانينات، ولكن تظل الشاشة الصغيرة وهي التلفزيون البوابة التي تعرف الجمهور عليه. مثل العديد من الأدوار الفنية منها السينمائية والتلفزيونية وأيضا الإذاعية، فهو صوت إذاعي معروف من خلال مسلسل عائلة مرزوق، وهو المسلسل الإذاعي الأشهر خلال ربع قرن مضى. ومن الأعمال التي اشترك فيها حبيبي دائما، ومن الحب ما قتل، أفواه وأرانب، باب الحديد، أبو الذهب، قلب من ذهب، الحب قبل الخبز أحيانا، زمن حاتم ظهران، الرجل والحصان، ومن المسلسلات أبنائي الأعزاء شكرا، محمد رسول الله، وعادات وتقاليد. وفي يوم 2 يناير سنة 2003 كانت النهاية في هدوء، حيث توفي عن عمر يناهز 71 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.